هو في الحقيقة تحية كبيرة وشكر كبير لمهرجان سيني بلاج ديال هرهورة لهذه الالتفاتة التكريم ديالي. في الحقيقة تنظن بأن التكريم هو مسؤولية كبيرة، ما عرفتش نتكرم، أنا ما تنظنش على شنو درت ولكن على شنو غندير. التحدي الكبير هو لا كونتينياسيون، هو الاستمرارية. تيجي تكريم هو واحد النقطة وحافز أكثر للاشتغال أكثر، في ظل هذا الزخم اللي تعرفوه ديال الممثلين وديال الممثلات، وديال تنظن بأن الحقل الثقافي والفني عندنا شد الطريق ديالو، تنظن بأن باش تستمر وباش تكون هي اللي صعيبة، خص الواحد يكون ذكي كيفاش يجيري لا كارير ديالو. جديد ديال سي سعيد؟ كاين عندي جوج ديال المسلسلات، مسلسل عين الحق من اخراج عبد السلام الكلاعي اللي غيداع على القناه الثانيه، كاين مسلسل قلوب تيها ديال ياسين فنان، وكانت عندي مشاركه وعندي فيلم ديال اون افير اورجونت، فيلم سينمائي من اخراج محسن البصري، وكانت عندي مشاركه سينمائيه في واحد اون سيري امريكان اللي صورتها مؤخرا، وفي لو فيلم ان فيلم شينوا، وكانت عندي مشاركه في مسلسل فرنسي بيغو دو ليجوند. هذه هي اخر الجديد اللي كان عندي مؤخرا.